وفي لقاء خاص مع التلفزيون المصري، أشاد أعضاء مجلس الشيوخ بالإجراءات والتدابير الحكومية للحد من آثار الأزمات الاقتصادية والصحية والسياسية التي يشهدها العالم على قطاع الرعاية والخدمات الصحية وأسعار الدواء. الحقيقة النهاردة إحنا في جلسة عامة لمجلس الشيوخ، إحنا بصدد دراسة الآثار الاقتصادية على مجال الصحة وعلى قطاع الدواء في مصر. أنا وجهت أو طلبت من وزارة الصحة لاتخاذ بعض التدابير اللي هتؤدي إلى احتواء جزئي لهذه الأزمة، أهمها الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة لوزارة الصحة وعلى رأسها مستشفيات التكامل، لأن احنا عندنا 544 مستشفى تكامل موزعين على كافة أنحاء الجمهورية. اليوم ناقشنا واحد من أهم الموضوعات، وهو فكرة سعر الدواء وإتاحة الدواء وكيفية تقديم رعاية صحية للمواطن المصري في كافة أنحاء الجمهورية بجودة عالية وبأسعار معقولة. يمكن ده النقاش اللي يمكن السادة النواب النهاردة اتكلموا عليه بشكل كبير جدا. ظواهر كتيرة جدا جدا بتبدأ من الثقافة أو غيابها، هذه الظواهر منها مثلا هدر الأدوية. اقترحت عدد كبير من الإجراءات اللي ممكن نعملها، منها مثلا إعادة هيكلة النشرات اللي بتنشر مع أو بترفق بالأدوية في ظل ظواهر سيئة جدا، إن الناس بتكتب الأدوية لبعضها وإن الصيادلة بعضهم بيصرف الأدوية بدون رشدة الطبيب. الناس محتاجة تعرف الأعراض الجانبية، محتاجة تعرف الجرعات، محتاجة لأن ده بيأثر على الصحة العامة وبيضغط على المنظومة. فأنا دايما برد الأمور أصلها الثقافي، وهو بيبدأ منه أصل المشاكل.